التلوث الذي أثر بشكل واضح على المياه الإقليمية العراقية بسبب تسرب الزيت وحتى النفط. حضرتك كيف تقيم بشكل عام المياه الإقليمية في العراق؟ من المياه الإقليمية في العراق من المؤكد تخضع إلى نظام عالمي وهو نظام الملاحة العالمي، وهنالك اتفاقيات وقع العراق عليها من عام 1997 في زمن النظام البائد، وهي اتفاقية ماربول بحماية المياه الإقليمية أو المياه البحرية أو المنافذ البحرية للسفن. وتنص هذه الاتفاقية التي وقع عليها العراق حماية المياه وحماية المرافق البحرية من أي أنواع التلوث ومن البقع الزيتية والتسربات النفطية ومياه الموازنة وكثير من الأمور. نحن في صدد عرض المخاطر الاقتصادية قبل البيئية، يعني لابد من تشكيل لجنة أو هيئة مختصة بحول اتفاقية ماربول، ولا يمكن إهمالها، حيث من المتوقع أن يوضع العراق موانئ العراق في بلاك ليست عالمي لأنه لم يهتم في هذه الاتفاقية. بالتالي نخسر مورد مهم وكبير ألا هو المنفذ الوحيد والموانئ العراقية في جنوب العراق. ويطلع العراق أو يتطلع العراق لتأسيس موانئ جديدة، وهذا أمر جدا مهم في المنطقة ويعود بالمورد الاقتصادي المهم على البلد. إلا أن هذه الاتفاقية لم ترى النور أو لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية. مجرد وجود شعبة خاصة بمواضيع البيئة تعمل على تنفيذ الاتفاقية. أستوقفك عند هذه النقطة وعذرا على المقاطعة سيد فلاح، حتى يعني للإنصاف فقط أذكرك فقط بأن السيد رئيس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني وجه بتشكيل لجنة لمتابعة المياه الإقليمية ولمتابعة المياه بشكل عام، المياه للمواطنين، حتى أنه وجه بالإسراع بالانتهاء أو يعني الانتهاء من مشروع الهارثة أو ما يسمى بمشروع المياه الكبير في البصرة وربطه بالمياه أو بأنابيب المياه والخطوط الدائمية الآن، وأيضا وجه بالاستعانة بشركات بريطانية لأخذ الخبرة واكتسابها فيما يتعلق بتنقية المياه والابتعاد عن الملوثات البيئية. أكمل. لا، لم نتطرق لهذا الموضوع. الحكومة جادة في مسألة تحلية مياه البحر أو مشاريع تنقية المياه والتحلية. الموضوع اتفاقية ماربول لا تتضمن هذه المواضيع، وإنما حماية المياه من الملوثات ومن المصادر الثابتة والمتحركة بجميع أنواعها. وهذا بدورها هي تمثل تنفيذ هذه الاتفاقية لشركة موانئ العراقية والأقسام أو الشعب البيئية الموجودة في هذه الشركة. وهذا يتضمن عمل الممرات الملاحية للسفن والمنتجات القادمة من الخارج. هنالك الممرات العراقية بطبيعة الحال هي ضيقة، وقد تتعطل احيانا بعض السفن بالدخول الى الموانئ لوجود بقع زيتيه او تسربات نفطيه. نحن في قانون 27/2009 بالماده 14 خامسا منعت من وجود من اي مسببات من ملوثات البحريه من مصادرها المتحركه والثابته والمياه الموازنه وكثير من الامور، لكن هذا المنع لا يقابله عقوبات او تسجيل او تنفيذ او فرض بعض ضرائب. لهذا تمادى يعني طرق الملاحه او السفن القادمه تمادت في رمي النفايات او رمي المياه الموازنه في المياه الاقليميه والمقتربات البحريه للميناء، ولم تاخذ بعين الاعتبار بشروط اتفاقيه ماربول للعراق. لعدم وجود يعني اهتمام كبير من هذا الجانب. نحتاج في محافظة البصرة أو في الميناء بالضبط، نحتاج إلى الاهتمام الكبير بوجود مركز أبحاث وجهة تنفيذية تحاسب السفن والبواخر القادمة إلى الميناء. هذه من جهة. كذلك أنه موجود مركز علوم البحار في جامعة البصرة، يوجد لديه مختبرات مختصة في مياه في التلوث البحري وأيضا في التلوث النفطي. عليهم يعني إشراك هذا دور مركز علوم البحار والاستشارة منهم عن طريق يعني شركة الموانئ العراقية. سيد الأمير، استشارة هذه المختبرات. نعم. ماذا بشأن السفن القديمة والمتهالكة التي تدخل إلى الميناء؟ متى يمكن منع دخول هكذا سفن أسوة ببقية الدول؟
وهذا ما تطرقنا اليه من التزام شركه المواني العراقيه بمحاسبه هذه السفن ونوع السفن وما يعني الاجازات والتصاريح للملاحه وكذلك العمليات القاء المياه الموازنه في المياه الاقليميه عند الرسو وكثير من الامور والمخلفات النفطيه والتسربات والبقع الزيتيه وكثير من الامور لا تلتزم هذه السفن في هذه الاتفاقيه لعدم وجود محاسبه وعدم وجود ضريبه او المنع اللي جاء في قانون 27 لم يقابله اي عقوبات او ضرائب كي تلتزم هذه السفن. من طبيعه الحال انه ترسو السفن وتلقي المياه الموازنه في المياه البحريه وبالتالي المتضرر هو العراق والمتضرر الموانئ الموجوده في العراق ولا تهتم هذه السفن. كذلك عمليه الرسو الفترات الطويله ايضا تؤثر على المياه الاقليميه، كما ان هنالك بعض المواد العضويه وما تحمله هذه السلع والبضائع الى العراق لابد من الاشراف عليها حيث وجود بعض القوارض وبعض الحشرات المنقوله عبر هذه المنتجات لابد ان النظر اليها بعين الاعتبار يعني لحصول تغيير بالاحياء او دخول بعض الاحياء من القوارض ومن الحشرات وحتى الاحياء المائيه الى المياه الاقليميه والى المنطقه، وهذا بطبيعه الحال تضمنته اتفاقيه سالتس وايضا اتفاقيات ماربول بحمايه وسلامه المياه البحريه وسلامه المواطنين في المنطقه البحريه. نعم، نود ان نشكرك على انضمامك معنا السيد فلاح الاميري مدير مركز العداله البيئيه وامن المناخ، شكرا جزيلا لجانبكم الكريم.